لمعان البشرة مو بالضرورة يكون علامة على جمال المرأة، لأنه ببعض الأحيان بدل على معاناتها من زيادة الإفرازات الدهنية للوجه، وهي مشكلة مزعجة بتسبب انسداد المسام وظهور البثور. وطبعا في عوامل عديدة بتسبب زيادة إفراز الدهون للوجه، أبرزها إلا ترطيب البشرة والإفراط باستخدام مستحضرات التجميل وارتفاع درجات الحرارة. لهالسبب خصصنا الفقرة لنحكي عن بعض النصائح يلي رح تساعدك بالتخفيف من إفرازات الوجه. في حال كنتي بتعاني من زيادة إفرازات الوجه الدهنية، فهالنصائح إلك. أول نصيحة هي ترطيب البشرة. بيعتبر أصحاب البشرة الدهنية إنه بشرتهم ما بتحتاج لأي ترطيب، وهذا الشيء نتيجة كثرة الدهون يلي بتفرزها، بس بالحقيقة إلا ترطيب البشرة بتسبب بزيادة الإفرازات الدهنية. لهيك السيدات يلي عندهم بشرة دهنية لازم يهتموا بترطيب البشرة عن طريق غسل الوجه مرتين يومياً ودهن الوجه بالكريم المرطب المناسب للبشرة الدهنية، وهذا الشيء بعد غسله وتجفيفه كتير منيح. ومن الضروري طبعاً تشربي كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم لتحافظي على ترطيب البشرة وتمنع الوجه من إفراز المزيد من الدهون. بيوفر تقشير البشرة كتير من الفوائد لصحة الجلد، مثل التخلص من الإفرازات الدهنية وتنظيف المسام من الأوساخ المتراكمة وإزالة خلايا الجلد الميتة. ولتضمني الحصول على كل هاي الفوائد لازم تقشري وجهك مرة واحدة بالأسبوع، بالاعتماد على الكريم المناسب لنوع البشرة مع مراعاة أنه يكون خالي من المواد الكيميائية. اتباع نظام غذائي صحي. تتأثر البشرة بشكل كبير بعاداتها الغذائية، لهيك حاولي تبتعدي عن الأطعمة الدسمة لأنه بيؤدي لزيادة إفراز الوجه للدهون. أقنعة الوجه من الطرق الفعالة للسيطرة على إفرازات الوجه الدهنية كمان، وهذا الشيء لأنه عندها القدرة على تنقية أنسجة الوجه من الشوائب بشكل عميق. قناع العسل بالشوفان من أفضل أقنعة الوجه المفيدة والمناسبة لهالغرض بالتحديد.